وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. لما بدأت بقى يحصل تلاحم وزحف الفريقان كل إلى الآخر، ربنا عز وجل وراهم المشركين قليلين. وإذ يريكموهم يا مسلمين إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ما شفتهمش ألف، أنتوا 300 وربنا بمعجزة من عنده شفتهم الألف دول مش ألف، شافوهم كام؟ قال لا أصلا عندي آية تانية تحكمني برضو، ما تخلينيش أسرح في الإيه في الأرقام. الآية التانية اللي في سورة آل عمران: قد كان لكم آيات في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. بالضبط، يعني المسلمين شافوا المشركين 600. أحسنت، إيه ده؟ ده كان كفيل اللي هم يتقوى قلوبهم ان ما يبقوش 3 ضعاف، يبقوا ضعفين بس. ضعفين لا، ده الراجل ياكل 2 مش مشكلة عندنا. شوف الاسلام، شوف المسلمين، يعني لما شوفوا 600 ما خافوش، لا بالعكس شافوا ان دي بشرة، شافوا ان دي حاجة عظيمة. 600 لا خلاص نخش ونقاتل، انما 3 ضعاف ممكن يحصل خوف من اللقاء. يبقى ربنا قلل فعلا اعداد المشركين، بس قللهم من 1000 إلى 600. طبعا المساله فيها خلاف كبير بين المفسرين، وده اقرب الاقوال وارجح الاقوال، ان ده ما فيش تناقض. ربنا قللهم كانوا 1000، تقول لي طب الايه الثانيه يرون مثليهم، ايوه ما هو 1000 بقوا 600 فقللهم، نعم، وبقوا ضعف العدد مثليهم راي العين، نعم بقوا 600 فال300 شايفين 600. لربنا في نفس السورة، سورة الأنفال، هيقول لنا إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الواحد يا مسلم فيكم الحد الأدنى خالص ب2 منهم، كان الأول الواحد ب10. يعني يا مسلمين لو أنتوا 100 بتحاربوا ألف ما ينفعش تفروا من المعركة، لازم تحاربوا. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ده كان على المسلمين. لو أنتوا 1000 وقدامكم 10,000 ما ينفعش تجروا ولا تفروا. بعد كده ربنا خفف عليهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. لا ممكن لو هم 10 ضعافكم أو 5 ضعافكم لا ما تحاربوش، إنما لو هم ضعفكم بس لازم تثبتوا وتصمدوا أمام أعدائكم. فهم لما بقوا 600 المسلمين قالوا إيه؟ استبشروا خيرا وقالوا لا نقاتل، وتم النصر بفضل الله. طبعا أنت متوقع أن ربنا قلل أعداد المشركين في أعين المسلمين. طب والناحية الثانية يكبر بقى عدد المسلمين قدام الإيه؟ المشركين. لا بس ده ما حصلش. لو ربنا كتر أعداد المسلمين قدام المشركين ممكن يعملوا إيه؟ يفروا وما يتغلبوش، لما ربنا عايز هزيمة منكرة للمشركين. وربنا أنا قلت عايز، لا ربنا يريد هزيمة منكرة للمشركين، ويريد أن تقتل صناديد قريش في هذه المعركة علشان الناس تسمع أبو جهل. أبو جهل مات في المعركة دي، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فيدخل الرعب في قلوب المشركين، يقول لك المسلمين دول لا ده طلعوا بقى قوة لا قبل لنا بهم. فربنا من حكمته لو كبر أعداد المشركين المسلمين في عين المشركين، المشركين ممكن ما يحاربوش، وربنا يريد قتال، فربنا جعل إيه؟
ويقللكم في أعينهم. خلى عدد المسلمين قدام المشركين قليل، فالمشركين ايه دخلوا بقلب جامد، قالوا يلا دي فرصة، ايه ده دول 10 20 ده احنا هنموتهم، ودخلوا وتفاجئوا بقى بقوة المسلمين وبالمدد العظيم من الملائكة. 1000 بعد كده 3000 بعد كده 5000 دخلوا في الايه في يعني في الامر في المعركة، كأنهم يعني سيقوا إلى فخ أو كي أو يعني مش يعني عايزين نتأدب يعني، فنقول إيه سيقوا إلى المعركة. ويقللكم في أعينهم، ليه يا رب؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن حركة انتقالية عظيمة حصلت للمسلمين بعد هذه الغزوة، بعد موت صناديد قريش ليشفي قلوب قوم المؤمنين، ولكي يهابهم الناس بعد ذلك، ولكي يكون آية من آيات الله فالناس تدخل في دين الله، وليكفر كفر عن بينة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله مصير الأمور كلها. لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بتقدير من الله تبارك وتعالى.